Okay, the live stream is working, so whenever y'all are ready. Oh, yeah. يلا خلينا نشوف بس. نبدأ؟ ولا نستنى كام دقيقة؟ خلي دقيقة شوي. دقيقة شوي ملعبة، بس خلينا نشوف شو كم الحضور. أيوة السلام عليكم. طيب ماشي. خليني أبدأ أنا. نبدأ؟ ولا نستنى كام دقيقة؟ خلي دقيقة شوي. أنا عندي دبل سرطان شوي لحتى على الفيسبوك عاملينه على على سامز العربي مش هيك؟ إيه سامز مو هيك سامز العربي إيه؟ طيب ماشي يا جماعة خلينا نبدأ. يلا السلام عليكم ورحمة الله. هون الدكتور أمجد العباس أحد أعضاء منظمة سامز جمعية طبية السورية الأمريكية في أمريكا. أنا بس حابب أعطي كويك أبديت قبل ما نبدأ المحاضرة. بالبداية حابب نترحم على شهداء العمل الطبي، شهداء كورونا من الكوادر الطبية في سوريا. عم نشوف الأسماء ونشوف الصور، يعني شيء زملائنا هدول يعني العين لتدمع، يعني وقت نشوف هالشباب هدول الشجعان يفنوا في سبيل علاج مرضاهم وإكمال الرسالة الطبية الإنسانية. الله يحميهم أجمعين ويحمي يحمي بلدنا وأهل بلدنا. حابب أعطي أبديت سريع على الكورسات اللي عملناها. بدينا بهالدورات هي بالشهر الخامس مخصص على لعلاج مرضى كوفيد. لحد الآن يمكن عملنا شيء من دورات 9 دورات الله ما أذكر، بس تجاوزت عدد ساعات محاضرة تجاوزت 40 ساعة، معظمها موجود على قناة اليوتيوب تبعنا. إن شاء الله هلا نشوف إذا مايكل أو زينب أو دكتور نرمين بيحطوا رابط على صفحة الفيسبوك على اللايف ستريم إذا ممكن. الجولة الأولى خلينا نقول من المحاضرات اليوم آخر محاضرة فيها، الحقيقة بديناها يعني على الصدفة صارت، بديناها بمحاضرة من الدكتور ملاز وحين هي بمحاضرة من الدكتور ملاز، وبيناتهم في 40 ساعة وأكثر من المحاضرات. الجولة الثانية راح تكون راح تبدأ خلال أسابيع قليلة، راح نعتمد فيها على استبيان قمنا فيه من شهر أو أكثر، استبيان الحاجة بالداخل، وإن شاء الله راح نشارككم على صفحتنا على الفيسبوك بجدول المحاضرات. بعدين في عندنا الجولة الثالثة نحكي فيها بعدين. طبعا المحاضرات موجهة لكل الكوادر الطبية الناطقة باللغة العربية. الشيء الآخر حابب أحكي فيه إن إحنا مساهمتنا بعلاج أهلنا في سوريا خاصة مرضى كوفيد في إلى عقبات لوجستية، بس إن شاء الله نحن في عنا مشروع واعد جدا راح ننطلق فيه خلال أسبوعين أو 3 على الأكثر. هو هاتلاين، خط ساخن لاستشارات طبية لمرضى كوفيد. شوي تأخرنا فيه الحقيقة للأسف، إنه أحد القواد هالمشروع هلا مريض بكوفيد ويعني الأمور تحسن. فدعاءكم لكل الأطباء كل مرضى كوفيد. الخط هذا الخط الساخن راح يكون مخصص للأطباء، راح ناخذ مكالمات من الأطباء وتحول المكالمات للطبيب المختص حسب الحالة، فما حناخذ مكالمات من
المرضى أو أهل المرضى، بس هذا للعلم. فهذا اللي عندي. خلينا هلأ ننطلق، نبدأ بالمشروع بالمحاضرة. حابب أقدم الحقيقة المودريتور المسير للمحاضرة أهلا أخي، أهلا أخي أسامة. المسير للمحاضرة هو الدكتور محمد زاهد عساف. الدكتور زاهد من قواد العمل الطبي في منظمة سامز بالداخل السوري، طبيب أخصائي داخلية، وهو المشرف الميداني على قسم تدبير الأمراض المزمنة non-communicable disease بالداخل السوري. تفضل دكتور حساف، المحاضرة بإيدك هلا. صحيح دكتور، السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. طبعا نحن راح نرحب بالحضور جميعا، ونبلش بالدكتور ملال هو المدرب اليوم، والجميع الأطباء والحاضرين معنا من سوريا داخل سوريا، اللي هنو يعني أساس العمل الطبي على الأرض. بالنسبة للدكتور ملال، هو أخصائي بالأمراض الداخلية، حاليا هو مشرف على وحدة الكوفيد ب بومنت هيلث سيستم. طبعا المحاضرة راح تكون هي أساسيات تدبير حالات كوفيد 19. طبعا هي المحاضرة تم أعطاها بأيار، على ما أعتقد الدكتور ما يزول أعطاها، بس حاليا راح تكون المستجدات والمعلومات الجديدة، المعلومات المستندة للدليل المستجدات، في تحديث يعني المعلومات اللي كانت موجودة عن شهر أيار إن شاء الله. مو هيك حكيم دكتور ملال؟ مزبوط مزبوط، تمام. طبعا بالنسبة للحضور، نحن بنرحب فيهم جميعا، وبالنسبة للتعليمات البسيطة، ممكن إذا أي واحد من الحضور حاب يسأل أي سؤال ممكن يكتب على الشات أو question and answer كتابة، وبيتم بعدين سؤال الدكتور ملاد بجيب عليه لاحقا حسب ظروف المحاضرة. وبنهاية المحاضرة في ثلاث حالات أو ثلاث أسئلة ممكن تنطرح على الحضور، وإن شاء الله تكون إذا أي شخص عنده أي سؤال أو استفسار ممكن يرسلنا إياه على الـ Q&A. دكتور ملاذ، فيك تتفضل، طبعا تعمل فول سكرين للشاشة والشباب جاهزين إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم. أنا عامل فول سكرين، لازم يكون هلا فول سكرين. الله يعطيكم العافية جميعا. يا الله يعطيكم العافية جميعا. قبل ما نبدأ أخي أخوتي وأخواتي، أهم ثروة موجودة بسوريا هي الطبيب المصر وما بالأطفال. لازم دائما تكون ببال كل طبيب ممارس إنه هو أهم ثروة موجودة بالمجتمع، لأن إذا ما في أطباء ما في علاجات، والناس بدها تخسر أكثر. لذلك ديروا بالكم على حالكم، شغلي ما فيها مزح. ومثل ما قال أمجد، والله شيء بحزن وقت لما نشوف قائمة الأطباء اللي عم نخسرهم كل يوم، تدمي القلب. الله يحميكم جميعا ويجزيكم خير. المحاضرة اليوم هي تحديث عن المحاضرة اللي عملناها يمكن بأبريل أو بماي، بشهر 4 أو 5. الفيروس الحقيقة لهلأ ما بنعرفه، إحنا كل مريض بهالفيروس شكل، كل طبيب عنده خبرة مختلفة. بس أنا have to minimize one. كل طبيب تلاقي عنده خبرة مختلفة، لذلك دائما في شيء جديد وفي شيء مختلف. فالعلاجات اللي عم نستخدمها اليوم بلشت تتبلور تقريبا بأمريكا، إنه المشافي عم تستخدمها نفسها، بس لحد هلا في خلافات أو الاختلافات. لحد هلا كل طبيب عنده وجهة نظر مختلفة، لذلك اللي عم نقوله اليوم ممكن بكرة يكون غلط، نلاقي إنه كان غلط أو يكون صح. لذلك دائما لازم الواحد
يطلع ويشوف شو في حدثات جديدة مقدرة تكون تابع المرض وعم يستخدم العلاجات المضبوطة. هاي المرة الماضية نصحت فيها أنه تنحط إشارة للمرضى إذا عندهم أعراض رئوية مثل سعال وحرارة وضيق نفس أنه يتاخذوا على محل منعزل عن بقية المرضى وما ينسمح لأفراد العائلة والأصدقاء أن يكونوا مع المريض. أسئلة سريعة للمرضى والمشفى المستوصف أو المشفى العيادي إذا عندهم أي أعراض رئوية، إذا في حد بالعائلة عنده الكوفيد أو كانوا مسافرين أو هني بظنوا أنه عندهم إياه. هون عندنا بأمريكا بس المريض بنسمح له يدخل على المستشفى، البقايا بقية العائلة بخلون يرجعوا على البيت غير إذا كان المريض هو من قاصر. الأعراض العامة للكوفيد هي طبعاً حرارة، أعراض أي مثل أي فيروس رشح، بس في ضيق نفس غالباً بتكون ظاهرة أكثر، في الأكسجين بتكون نازلة، خسارة حاسة الشم والطعم والبقايا هي أعراض عامة. بشهر 3 و4 ما كان نشوف كتير أعراض هضمية، بس هلأ الأسبوع الماضي أنا عملت أسبوع كامل بالوحدي، كانت الأعراض الهضمية أكثر من 50% من المرضى عندهم كان أعراض هضمية، بتلاقي عندهم وجع شرسوفة وعندهم إسهال وإقياءات شديدة، حتى بكون شديدة. في كتير مرضى إجوا على المستشفى بس مشان هالأعراض ولقينا عندهم الكوفيد، ما كان عندهم أي أعراض رئوية، ما كان عندهم أي حرارة. لذلك الأعراض الهضمية لازم تنضم للأعراض الرئوية، إنه وقت المريض بيجي على المستشفى لازم دائما نشك بالكوفيد. شلون نشخص المريض؟ طبعا المسحة البي سي آر هي الوحيدة اليوم متواجدة حتى نعمل تشخيص. البي سي آر هو سنسيتيف، تقريبا حساسيته 60-70%، ولازم ينعمل بطريقة مضبوطة، لازم يكون غميق، يعني الوقت يدخل الصفار لازم يدخل بأكثر من إنش، يعني تقريبا 2.5 سنتيمتر. صورة الصدر غالبا بتشوف بتأرجي انه في ذات رئة، يا اما بجهة واحدة او بجهتين، كثير ايام عم نلاقيها بجهة اليمين اكثر من جهة اليسار. كثير مرضى بيجوا بتلاقي صورة الصدر مبدئيا طبيعية، ثاني يوم بتكون او ثالث يوم بنلاقيها بلشت الارتشاحات تظهر. هلا التصوير الطبق المحوري الانجيوغرام يعني سي تي اي لللونج عم نستخدمه كتير إذا المريض صورة الصدر كانت مانا طبيعية أو إذا المريض الأكسجي عنده كتير نازلي، بنعمل صورة سي تي سكان مع دوبلر لنشوف إذا في خثرة دموية بالرئة. طبعا سي بي سي أساسية، المريض ممكن يكون عنده الكريات بيكون طالعة نازلة، غالبا المرضى بيكون عندهم لمفاوين، بيكون اللمفاويات نازلة والصفيحات غالبا ما بيكون نازلة. إذا الصفيحات نازلة والمريض عنده الأكسجي كتير نازلة، معناته بجوز احتمال كبير يكون عندهم صمة رئوية أو DVT Deep Vein Thrombosis. الدي دايمر نستخدمه كتير على كل المرضى مشان نشوف نفس الشيء إذا في عندهم تخثر ولا لا. السي ري أكتيف بروتين، الترايغليسرايد، الفايبرينوجين والLDH هي الانفلاماتوري ماركرز مشان نعرف شقد مستوى الالتهاب بالجسم. كل ما طلعت كل ما معناته احتمال المريض إنه راح يكون أعراضه أشد وتسوء حالته هي أكثر، لذلك هي بتعبر عن
البروجنوسيس او مدى خطوره الفيروس عند المريض. هون نفس الشيء مثل ما حكينا البي سي ار. هلا اذا طلع البي سي ار نيجاتيف هون الطبيب لازم يقرر انه المريض هذا عنده كوفيد ولا لا ويعالجه على اساس انه كوفيد ولا لا. مثل ما قلنا هو 60-80%. لذلك اذا المريض عنده ارتشاحات للرئتين بجهتين او البلد ماركرز الانفلاماتوري ماركرز كانوا طالعين لازم يتعالج بطريقه كمريض كوفيد. هلا ممكن نعيد الاختبار بعد يوم او يومين حسب اذا موجود الاختبار عندكم او ما هو موجود او يعني كلفه هالاختبار. يعني هاي ممكن الطبيب يتبعها. كثير مرضى عالجناهم بدون ما نعيد التست يعني كان واضح يا اما تحاليل الدم مريض كوفيد صفيحات نازلي لمفوسايت نازلي معناتها غالبا طبيب مريض كوفيد وطبعا صورة الصدر والاكسجين. هلا الانتي بودي تيست ما بتصور هو موجود بسوريا. هو ما هو مستخدم للتشخيص, هو مستخدم لنعرف انه هالمريض كان عنده كوفيد ولا لا. هو الانتي بودي تبدا تظهر بالدم بعد 8 ايام. اذا المريض طول بالمستشفى او ما عم يتحسن او ما نكون عارفين انه هل كان عنده كوفيد ولا لا ممكن نعمل له الانتي بوديز عشان الواحد يعني يكون عنده تشخيص. هلا مستوى الحساسيه هو تقريبا 100% هو سنسيتيف. يعني اذا التقوا الانتي بوديز معناته اكيد كوفيد. اذا ما التقوا عفوا هو 100% سبيسيفيك. اذا التقوا معناته اكيد كوفيد بس هو سنسيتيفيتي هو 60-80%. هلا في دراسه طلعت من اسبوعين ثلاثه التقى بس 60% من المرضى اللي كان عندهم الفيروس. يعني احنا عملنا مسحه ولقينا الفيروس 60% فقط التقوا عندهم الانتي بوديز وبعد 8 اسابيع بس 15% هن ضل عندهم الانتي بوديز. بس ما معناته هالشيء انه هن ما عندهم مناعه للفيروس لان هي تي سيل ضلت عم تقدر ريكوجنايز الفيروس. البحث هذا كتير لسه يعني تطور. لا كان بيطلع لنا مين ممكن نبعته على البيت ومين نقول لازم يضل بالمستشفى. مين بروح على البيت اذا عنده الاكسجي معقوله. عمليا لازم تكون اكثر من 98%. بس المريض اللي بدخن المريض اللي عنده قلب بجوز هني باحواله العاديه هني 90% او 92%. فهو حسب المريض شو سريريا تنفس مبين انه اعراضه شديده. طبعا الرقم نحن ما بنعالج رقم بنعالج المريض. لذلك هي بس الواحد يطلع على المريض بيقدر يعرف. التكبنيا نوت توكسيك ما كثير اعراضه شديده. العلامات الحيويه تكون معقوله. صحيان وعم ياكل ويشرب وعم يقدر يخلي الاكل يعني ما في اقياءات شديده او اسهالات شديده. وطبعا ما يكون عنده اعراض او امراض ثانيه مثل امراض قلب او رئه او السكر. طبعا هدول بتزيد شده المرض عندهم. إذا قررنا أن المريض نبعته على البيت شو اللي هي النصائح لازم نعطيها للمريض. يعني بنصح أنه تطبعه ورقة نعمل ورقة وتحطه فيها معلومات عن الكوفيد وتنعطى للمريض. لازم طبعا أهم شغلة أنه يعزل حاله المريض عن بقية العائلة والأصدقاء. دائما يغسل إيديه دائما المنطقة اللي بعد فيها سوائل يشرب سوائل يرجع المستشفى إذا زادت الأعراض خاصة الأعراض التنفسية أو بلش المريض وعيه يتغير. بعدنا على البيت شو هي العلاجات لازم نعطيها وقت يروح على البيت.
البلاكوين الأزيثروميسين اللي استخدمناهم شهر 4 هلا تقريبا في اجماع تام بامريكا انه ما لازم يستخدموا. كل الدراسات اللي طلعت تقريبا كلها قالت انه هي زادت معدل الوفيات وقت اللي استخدمناهم. لذلك بالمشافي اذا انا مثلا طلبت انه ينحط المريض على البلاكوينيل او الأزيثروميسين المستشفى بترفض تعطي الدواء. هلا بنلاقي بعد شوي في اشياء ما انا موجوده بالبروتوكول بس المستشفى ما بتمانع بتتركها لاختيار الطبيب ويختار العلاجات. بس البلاكوينيل الأزيثروميسين بيرفضوا بيعطوه لانه هو بيزيد معدل الوفيات. الديكادرون او اي نوع مستريال بس هو في دراسه تمت على الديكادرون تحديدا لذلك هو موجود بالبروتوكولات. بس هي عمليه استرويدات كلها مثل بعضها. كل المرضى بتصور لازم ينحطوا على الديكادرون 6 ملغرام باليوم لمده 7 ايام. هلا المريض اللي عنده امراض رئويه مثل الربو او السي او بي دي كرونيك برونكايتس واذا عنده اعراض كانت نوعا ما اكثر من انه طبيعي يعني عنده ويزنج عنده شوي الاكسجينازلي ممكن تحطوهم على اكثر يعني 6 ملغرام مرتين باليوم او 10 ملغرام مرتين باليوم. فهاي الطبيب هو اللي بقرر انه بده جرعه اكثر. بس هو عنده اعراض كثير خفيفه 6 ملغرام باليوم لمده 7 ايام فقط وما في داعي انه احنا ننزل الجرعه تدريجيا بعد 7 ايام. 7 ايام ومنوقفها. طبعا بياخذ المريض مسكنات اسيتامينوفين وثالينول ايبوبروفين. من قبل بشهر 3 و4 كانوا فكروا انه الاس انهبيترز الاربس انه هني ما لازم ينعطوا ما في مانع انه ينعطوا اذا المريض اوريدي كان ياخذهم. هلا السبلمنتس المتممات الغذائيه كنا نستخدمها تقريبا على كل المرضى. هلا هالمتممات هي ما أنا موجودة بالبروتوكولات بس المشافي ما بتمانع إنه نعطيهم الثيامين ميلاتونين فيتامين دي سي الستاتين مثل الكوليسترول فاموبيبتين زنك. فهاي تركوها المشافي إنه حسب الطبيب وإذا بده يوصفهم بيقدر يوصفهم. الإجماع العام هو فيتامين دي هو أهم واحد بين كل المتممات. في دراسات صغيرة تمت إنه المرضى اللي كانوا يأخذوا فيتامين دي مروا مرور الكرام على الفيروس بينما اللي كان عندهم فيتامين دي واطي إن يحتاجوا للمشافي إنه يدخلوا على المستشفى. لأن شيء فيتامين دي على كل المرضى اللي دخلوا بالكوفيد 90% كان الفيتامين دي عندهم كتير واطي. بس هاي ملاحظة شخصية وما بتصور إنه لسه في دراسة كبيرة على على هالموضوع الفيتامين دي. لذلك أنا بعطيه لكل المرضى. هلا هذا بده يطلع على المريض على البيت. الأسبرين هو مميع دموي. بتعرفوا هلا من كام سنة إحنا صرنا نستخدم الأسبرين كمضاد تخثر للمرضى اللي بيصير عندهم أو بيعملوا عمليات تغيير رقبة أو تغيير ورك. هي موافق عليه انه الاسبرين لحاله كمانع تخثر. لذلك احنا في كثير دكاتره اوقات عم يشخصوا المرضى عندهم بالعياده وما عم يحتاج المريض للمستشفى عم يوصفوا له الاسبرين كمانع تخثر اذا ما في مضاد استطباب. مضاد الاستطباب يعني قرح بالمعده او عندهم مستوى الخضاب نازل كثير او مستوى صفيحات نازل كتير وقتا ما بنعطيهم اياه. بس هو كتير دكاترة عم يعطوه للأسبرين بس هو ما في هو ما نو متفق عليه بين الجميع ما تم عليه دراسة. هلا شو الأعراض اللي ممكن المريض أو المريضة بالبيت إنه تكون معهم بس ما في داعي إنه يرجع للمستشفى؟ حرارة ممكن تتم أيام الحرارة بتطلع بشكل عالي. فالحرارة it's okay إذا المريض عنده حرارة. السعلي وجع بالجسم شوية وهن ما إنه وهن شديد. غثيان
إقياءات، وجع بالبطنة وشوية دهرية، يعني بشكل خفيف إذا الأعراض ما أنا شديدة مقبول إنه المريض يتم بالبيت. الشغلات الأعراض اللي لازم نصح المريض يرجع المستشفى إذا صار بريئة نفس شديدة، صار عنده وهن عضلي شديد ما عاد يقدر يتحرك، ضغطه نزل، ضربات القلب طلعت كتير، المستوى الماي نزل، ما عاد يقدر ياكل ويشرب، يعني هاي لازم يرجع المستشفى. المريض بالبيت ايمت ننصح انه يرجع البيت؟ هون المتفق عليه 7 أيام من وقت اللي عملنا التشخيص بيقدر المريض يرجع البيت، بشرط انه يكون ما في حرارة اخر 3 أيام من هال7 أيام، ما في حرارة بدون استخدام الاسيتامينوفين. فاذا المريض كان متحسن ما في حرارة وما اخذ الاسيتامينوفين بيقدر يرجع البيت 7 أيام، الشغل بعد 7 أيام، بشرط انه لازم يحط كمامة كل الوقت. ما في داعي انه نعيد الاختبار بي سي ار قبل ما يرجع الشغل او ما يطلع من البيت، ما في داعي، بس لازم يحط الكمامة لمدة 37 يوم، اقل شيء لمدة 37 يوم. هلا شو الاعراض اللي هي راح تدخل المريض على المستشفى؟ طبعا اذا في سرعه التنفس كانت كثير عالي، الاكسجي هون مثل ما حكينا 94%، هو بقول لكم هلا ليش هالرقم هذا استخدمناه، بس هو ما انه منحوت على الصخر، يعني اذا اقل من هيك والمريض سريريا ما انه كثير سك، ممكن انه نطلعه على البيت اقل من 94%. يعني هي الاكسجي هي ضمن الاعراض الثانيه، ما لحالها هي فاكتور انه ندخل المريض على البيت. نزول الضغط، تسرع القلب، دوخه، مثل ما حكينا سيفير ويكنس، وهن عضلي شديد، واذا الاعراض الهضميه شديده جدا لازم نعطيه السوائل الوريديه قاعده بيدخل البيت. من قبل كانوا المرضى اللي اعمارهم كبيره كنا ندخلهم على المستشفى لانهم كبار، هلا عم نلاقي انه المرضى الكبار كثير منهم عم يصير عندهم الفيروس وما في اعراض ابدا او اعراض كثير خفيفه وعم يتحسنوا تلقائيا، فالعمر بحد ذاته ما هو سبب انه ندخل المريض على المستشفى. الكورموربيديتيز اذا عنده امراض ثانيه مثل الربو او التهاب الصباغ المزمن، اختلال عضلي قلبي، امراض القلب والسكر، يعني هدول بخليك اذا المريض عنده اعراض ثانيه انه تخليهم بالمستشفى لمده يوم او يومين عشان نلاحظها. لشو العلاجات المستخدمه حاليا بالمشافي؟ طبعا هي السوائل، لان المريض غالبا بكون عندهم نقص بشرب المي والسوائل. سوائل الأسيتامينوفين، موترين. الموترين نعطيه، انتبهوا انه تكون وظائف الكلية مضبوطة قبل ما نعطي الايبوبروفين، واللي احنا بنستخدمه اذا الأسيتامينوفين ما عم ينزل الحرارة، خافض حرارة ممكن نستخدمه. موترين ايبوبروفين دكتور، ايبوبروفين ايبوبروفين، تمام. موترين وايبوبروفين، يعني تاني نقول هو الأسيتامينوفين. ما بننصح بالعلاجات الرذاذ لأن ممكن هي تؤدي إلى نشر الفيروس الغرفي أو خارج الغرفة. مضادات حيوية ما نستخدمها، ممكن نستخدمها إذا في عندك إثبات إنه المريض عنده التهاب بكتيريال. مثلا نمونيا فرضا، لأعطيكم اكزامبل، ما بعرف هو اذا التست موجود بسوريا، في احنا اخر سنتين ثلاثه في اختبار دم اسمه بروكالسيتونين. البروكالسيتونين هو اذا مرتفع معناته في التهاب بكتيريا بالرئه، لذلك احنا بنستخدمه كاثبات انه هالالتهاب هو فيروسي ولا بكتيريا. فرضا اجى عندك مريض
عملت له كوفيد تيست طلع باسيف موجود الكوفيد. عملت له البروكالسيتونين طلع عالي، معناته تقول عنده التهاب فيروسي وبكتيريا، وقتها تقدر نستخدم الانتي بايوتيك. بس اذا ما في اثبات ما بنستخدمه، مثل ما حكينا البلاك مونيل ما بنستخدمه. تمام. هلا شو العلاج بالمستشفى؟ الستيرويد مثل بقلب المستشفى مثل اللي بنبعته على البيت، 60 ملغ بس نعطيها بالاي في وقت يكون المريض بالمستشفى لمده 7 ايام. مثل ما حكينا نقدر نعطيها اكثر حسب راي الطبيب المعالج. الجرعه الاكثر غالبا اذا كان المريض عنده التهاب مزمن او ربو او الاكسجين كثير نازلي او صوره الصدر كانت سيئه جدا، ممكن تستخدم جرعات اكبر. مثل ما حكينا اي نوع من الستيرويد، اي شيء متوفر عندكم ممكن تستخدم. دكتور ملاذ، بالنسبه للديكادرون يعني فقط هو بيستخدم في المشافي حصرا، ما بيستخدم في العلاج المنزلي يعني المريض فقط لما يوصل؟ لا بنستخدمه 6 ملغ حب 6 ملغ او اي شيء متوفر مثل البريدنيزون او اي شيء اي نوع. كان يحكى عن 10 ايام موجود، ممكن كان يحكى عن لمده 10 ايام خفض، كان يحكى لمده 10 ايام خفض ل 7 ايام حاليا. سبع ايام حاليا. في سؤال من احد المشاركين بس مره ما هي الاعمار المنصوح بها لاعطاء الاسبرين وقائيا والجرعه لاعمار فوق 70 سنة؟ جرعه الاسبرين لفوق 70 سنة، الاعمار المنصوح بها لاعطاء الاسبرين وقائيا، يعني هل هو بينعطى لكل الاعمار من بدايه التشخيص لكل الاعمار؟ من بدايه التشخيص لكل الاعمار اذا ما في مضاد استطباب لكل الاعمار، بنفس الجرعه لكل الاعمار فوق 70 تحت 70. بالضبط. تمام بالضبط. طيب فهلا اول شيء عملنا الستيرويدات ديكادرون، ثاني شغله الريمديزافير، ما بعرف اذا موجود بسوريا بس انا سمعت انه بلبنان متوفر حاليا وما بعرف شو اسعاره. الريمديزافير هو الدواء اللي توافق عليه او طلعت فيه احدى الشركات وادعوا انه هو بينزل معدل الوفيات 30%، بخفض مده يعني كم يوم المريض تم بالمستشفى بنسبه 30%. هلا عم نستخدمه بشكل كبير بالمشافي، متوفر عنا. في شرطين انه نعطيه للمريض، واحد انه الاكسجين تكون اقل من 94%، والشرط الثاني انه تكون الاعراض بلشانه من اقل من 10 ايام. اذا اكثر من 10 ايام ما عم نعطي، اذا الاكسجين اكثر من 94% كمان ما عم نعطي. صوره الصدر لحالها ما لها سبب كافي انه نعطي الدواء. هلا كثير مرضى اجونا أول يوم كانت عندهم الأكسجين أكثر من 94%، فقررنا إنه ما نعطيهم الريمديزافير. فاللي لاحظته أنا هدول المرضى بعد يومين تلاقي الأكسجين بلش ينزل، وقت ما نعطيهم الدواء. المرضى اللي أعطيناهم الريمديزافير أول ما إجوا لأن كان الأكسجين عندهم أقل من 94%، عملوا أحسن من المرضى اللي إجوا كان أكثر من 94% وما بلشنا الرمدزافير من أول يوم. الدواء لساته تحت الاختبار، يعني اللي إحنا عم نعطيه كل المشافي هي جزء من بحث بكل أمريكا عم ينعمل بكل المشافي. الحكومة الأمريكية هي المتبنيت وهي عم تدفع للدواء وهي عم تدفع للاختبار الدواء. اللي لاحظناه بشكل تقريبا اجماع الدكاتره انه عم يلاحظوا ان الدواء عم يساعد، فان شاء الله هذا يكون العلاج اللي راح يكون موجود. هون عندنا بامريكا المريض لازم يوافق انه ياخذ الدواء، يعني نحن بنحط بالاضباره انه حكينا مع المريض انه نحن ما من كثير نعرف عن الدواء ولازم يعطينا موافقه فمويه انه هو وافق يكون جزء من البحث.
فهذا الرمدازابير. البلازما ترانسفوجن انه ناخذ بلازما من مريض كان مصاب وتعافى وننقلها للمريض اللي هلا ما عم يتحسن للاجراءات يعني او العلاجات الثانيه. البلازما ممكن تنعطى باي وقت، ما في شهر ايام او اسبوعين او ثلاثه، اي وقت طالما المريض ما يتحسن ممكن نعطي بلازما. اي في حد بس اذا ممكن ميوت. وممكن تنعطى اكثر من برا من مره. انا في عندي مريض طبيب صديق اعطيناه البلازما مرتين وبعدين قلنا على انتقل على مشفى اكبر اعطوه اياها كمان مره. فقد ما ممكن تعطي اذا متوفره ممكن تعطيها كمان مره. هلا الاميونوثيرابي فيها الدواء هذا من الاميونوثيرابي كثير كثير تكلفه عالي، سمعت الجرعه ب 10,000 دولار. اذا المريض ما تحسن على شيء وكان عم وضعه عم يسوء ممكن نعطيها. وانا بامريكا في لجنه بكل مستشفى لازم هي تقرر انه هالمريض بينعطى ولا ما بينعطى، فهي نوعا ما ما خلوها بايدي انا او بايد الطبيب المعالج، اخذوها للجنه خاصه. لازم يكون في اثبات انه في المريض عنده سايتوكاين ستورم. السايتوكاين ستورم يعني اذا الانفلاماتوري ماركرز عم تطلع بشكل كبير. العلاجات اللي ما بنستخدمها بالمستشفى موانع التخثر. هلا الهيبرين واللوفيناكس، اللوفيناكس هو لو مولكيولر ويت هيبرين، بنستخدمهم على كل المرضى اذا ما في مضاد استطباب. مضاد استطباب مثل ما حكينا اذا في نزف او في الصفيحات نازله كثير. هلا هاي الجرعه المستخدمه حاليا هي 7500 وحده من الهيبرين. اللوفيناكس في كذا فورمولا بس هي عمليا يعني اللي عم نستخدمه حاليا 40 ملغرام مره باليوم. هلا في بعد كم سلايد بيجوا بالتفصيل اذا الواحد بحب يكون يعني دقيق اكثر انه شو يحط الجرعه. هلا بتمر علينا. هلا مضادات التخثر ما مانع التخثر كمعالجي بال كاملي اذا عندنا اثبات يعني لقينا على التشخيص على سي تي سكان انه في صمي رئوي او في صمي بالرجل وريدي منعالج بمميعات الدم جميع كامل. هلا اذا ما عندنا اثبات اذا المريض الاكسجين كثير عنده نازل، الدي دايمر كثير طالع. الدي دايمر حسب المشفى شقد المستوى. في مشافي أو أطباء بيستخدموا أكثر من 1000، منهم أكثر من 3000، أكثر من 2000، فهاي تركوها للطبيب وأنه هو يقرر. فإذا عندك مريض الدي دايمر عالي وعنده الأكسجين أكثر من 6 لتر بيحتاج لأكثر من 6 لتر أو أول يوم ما كان أو كان بده لترين بعدين ثاني يوم صار بده 3 لتر يعني زاد أكثر من 50% حاجته أوفر من 24 ساعة مع ارتفاع الدي دايمر ممكن تقول أنا بدي ميع الدم بشكل كامل. مميعات اللي عم نستخدمها نفس الشيء. لوفيناكس هي 1 ملغرام بير كيلو مرتين باليوم أو 1.5 يعني 1.5 كيلوغرام مرة باليوم. هلا اذا المريض عنده بداني والجرعه كانت نحتاجها اكثر من 120 ملغرام يفضل انه تقسيم الجرعه لقسمين، يعني بتصير 1 ملغرام على الكيلو مرتين باليوم او الاي في هيبرين. هلا الاي في هيبرين ما بعرف اذا بسوريا موجوده، لازم نحسب على الوقت وكل 4 ساعات نعمل تحليل دم. فهو اللوفيناكس هو اسهل شيء بالنسبه للكادر التمريضي بارات الدم عشان ما يفوتوا ويطلعوا على المريض. هلا اللوفيناكس والهيبرين اثنيناتهم هن فيهم داي انفلاماتوري افكت مضاد التهاب، لذلك انه يفضلوا كمميعات للدم لان بخففوا الالتهاب بالجسم كمان. هلا وقت المريض بيطلع على البيت ممكن يستخدم
الوارفرين الابكسيبان او الفاركسيبان اللي هي المميعات النوع الجديد، او حتى اذا متوفر عندكم اللوفيناكس اذا المريض بده يضرب حاله الابري واسعاره مقبوله ممكن كمان استخدامه. اذا المريض طلعناه على البيت على مميعات دم المده هي 3 شهور غالبا كافي، بس الطبيب بعد 3 شهور بيقدر يقرر اذا بده يمدد 3 شهور ثاني حسب الاعراض حسب الدي دايمر. في كثير ناس بعيدوا الدي دايمر، اذا طبيعي بوقفوا اذا ما هو طبيعي بضلوا 3 شهور ثاني. المريض اللي حطيناه بالمستشفى على مميعات دم بس ما كان عندنا اثبات انه عنده تخثر، هذا ما لازم نطلعه على المستشفى من المستشفى على المميعات غير اذا ويريأسس، يعني اعاده تقييم بعد 5 ايام من بدايه مميع الدم. بعد 5 ايام اذا الاكسجين حسن والدي دايمر مستواه نزل ممكن نوقف المميعات وما في داعي المريض يروح على البيت مع المميعات. هلا ممكن تحطوه على اسبرين ما حكينا من قبل بابا عم وندفون سكر باب عفوا هذا عفوا ممكن تحطوه على اسبرين ما في معنى انه ينحط على اسبرين اذا ما في مضاد استفراغ. هلا هون عندنا بالمستشفى هذا البروتوكول اللي عم يستخدموه بالنسبه لمميعات الدم وبالنسبه للبريفنتيف البروفيلاكسيس، فما رح فيها كتير ديتيلز ممكن تقروها وممكن تشوفوا بالتفصيل شلون الاستخدامات. بس بشكل عام كما حكينا لوفيناكس 40 ملي جرام مرة باليوم وللمنع وللتمييع 1 ملي جرام على الكيلو جرام مرتين باليوم. كل هاي فيها تفاصيل حسب وظائف الخلية وحسب وزن الجسم والبي ام اي طبعا، يعني تفاصيل كتير دقيقة. طيب نتابع بالعلاجات المستشفى مثل ما حكينا السبلمنت أو المكملات المكملات الغذائية ما في دراسات قالت إنه بتفيد، ممكن الطبيب إذا بده يعطيهم كل هدول ممكن ينعطون ما في موانع استطباب ولا في إنف معلومات إنه نقول لازم نستخدمه. هلأ بالمستشفى شو الأشياء الاختبارات الدم أو التصاوير اللي ممكن نسويها؟ هلأ إذا المريض عم يتحسن ما في داعي نسوي شيء، لا تحاليل دم ولا شيء. إذا المريض ما عم يتحسن فمثلاً إجا المريض بصورة سطر طبيعية والأكسجي بعد يوم أو يومين نزلت ممكن نعد له صورة الصدر لنشوف شو صاير، بس إذا كانت من بداية سيئة بدنا نعيدها رح تضل سيئة صدر. فما في داعي نعيدها غير إذا في سبب. هلا تصوير الطبقة المحورية إذا ما سويناه بالبداية والمريض عم يسوء ممكن خلال الإقامة بالمستشفى ممكن نعمل له تصوير طبقة محورية. تحاليل الدم هون عم نعملها تقريبا يوم أي يوم لا كل 48 ساعة بس مشان نشوف إذا في عنا مشاكل وظائف الكلية أو الاختبارات أو وظائف الكبد أو الانفلاماتوري ماركرز مثل ما حكينا الشحوم الثلاثية السيري أكتيف بروتين فايبرينوجين ال دي اتش دي دايمر هدول كل يومين بنعملهم مشان نشوف إذا عم يطلعوا الماركرز معناتها جوز المريض رايح على سايتوكاين ستورم وبجوز نكون احنا لازم نصير مور اجريسيف يعني نعالج بشكل مثلا ستيرويدات جرعه اكبر بجوز نحتاجها او ممكن نستخدم ادويه تاني مثل امينوثيرابي يعني اذا دخل بسايتوكاين ستورم. هلا المريض هون عندنا اذا المريض كانت اعراضه خفيفه يعني. ليش عم أقول أعراض خفيفة؟ لأن الأعراض الخفيفة هي اللي بتغش هي دائما تكون deceiving، يعني منفكر أن المريض أعراضه خفيفة ويوم يومين تحسن ونطلعه على البيت هذا ما أنه مشكلة. هدول المرضى اللي بيخوفوا لأن عم يصير
بروحوا على البيت بتلاقيهم انتكسوا بعد يومين ثلاثه ثاني. فقبل ما نطلع المريض على البيت، المريض اجى عملنا له تحاليل الانفلاماتوري ماركرز وقت اللي اجى، اذا ضل وضعه منيح سريريا انا دائما قبل ما اطلعه من المستشفى بعمل له الانفلاماتوري ماركرز. اذا كانوا عم يطلعوا لساتهم معناته المريض بده ياكل، هذا المريض بخليه بالمستشفى. هلا المريض التعبان كثير كان وضعه سيء وتحسن، هذا تحسن خلص ما عاد يسوء وضعه مره ثانيه، ما في داعي تعودوا لهم الانفلاماتوري ماركرز، خلص تحسن سريريا. بس المريض المستقر سريريا والانفلاماتوري ماركرز تبعيتهم عالي، هدول اللي بخوفوا، هدول ديروا بالكم عليهم. ايمت نطلع المريض على المستشفى؟ تحسن التنفس كويس، ما عاد في حراره، العلامات الحيويه كلها كويسه، الاكسجين تحسنت. لهون الأكسجين حاطت 90-92%. طبعاً هلأ المريض إذا دخل وكان على 6 لتر أكسجين وتحسن ل 90-92% على بدون أكسجين، هذا وضعه منيح. لأنا قلت بالبداية إنه من دخله للمريض للمستشفى إذا أقل من 94%، هون التخريج على وضع المرضى اللي كان وضعهم كتير سيء وتحسنوا ل 90-92%، دول ممكن نطلعهم بدون اكسجين على البيت. دائما حاولوا انه تشيلوا الاكسجين من المريض، يعني حاولوا وين اوف تفطموا للمريض من الاكسجين قبل ما يطلع. طبعا المريض لازم يكون عم يقدر ياكل ويشرب قبل ما يطلعوا من المستشفى. مره ثانيه ما في داعي انه نعمل السواب او البي سي ار قبل ما نطلع. هلا راح نعمل 3 حالات سريرية مثل كويزز. عندنا مريض عمره 40 سنة ما بدخن، اجى على المستشفى بضيق نفس، صورة الصدر أرجت انه في عنده ارتشاحات رئوية بالجهتين، الأكسجين كان عنده 96% يعني على الروم اير على الهواء الطبيعي، دقات القلب 108، سرعة النفس 24 طبيعي، يعني ما في حرارة، كان عنده شوية ويزنج، عم يأكل ويشرب، الدي دايمر شوي طالع 1200، بي سي آر نيجاتيف، يعني عملنا له المسحة ما طلع فيه عندي الكريات البيض طبيعية بس عندهم لنفوسايتوبينيا، اللنفاويات كانت نازلة. وهذا المريض شو بنعمل له؟ يقدر يروح على البيت اون. تمام. هلا بالنسبه للمشاركين علوا صوتوا على الاجوبه ومعكم تقريبا 30-40 ثانية، نشوف النتائج. هذا المريض شو بنعمل له؟ بنبعثه على البيت على ديكادرون، نبعثه على البيت ديكادرون وأديثرومايسين، ندخله على المستشفى on ديكادرون، مندخله على المستشفى ومنعطيه تمييع دم كامل. تفضلوا معنا لنبلش التصوير. الوقت. انتهى التوقيت. هاي النتائج للتصويت. كان جوهم هو اكثر شيء الاحتمال الاول انه نبعته على البيت بكدرون. ثاني شيء كان ودي ندخله على المستشفى بكدرون وفول انتاك فاريشن. طيب راح ابدا انا بالدي. ليش الدي غلط؟ المريض بده دكادرون اكيد، بس ليش بدنا نعمل له فول انتاك ريجوليشن؟ الاكسجي عنده مانا نازلي، الدي دايمر شوي طالع، فما في انف انه نعطيه حتى
تميع الدم بشكل كامل لازم يكون الأكسجين نازل، مثل ما قلنا لازم يحتاج أكثر من 6 لتر بالدقيقة بالأكسجين حتى يكون في استطباب لنعطيه مميع كامل. هلأ الاحتمال الواحد والثلاثي أن بروح على البيت مع ديكادرون هو الجواب الصح، بس الثلاثي ما هو غلط. الثلاثي هو حسب الطبيب، حسب أنت شو شايف في المريض. إذا عندك إحساس أنه هالمريض هذا ممكن يكون وضعه سيء أو عم يسوء، يعني قال لك أنا مبارح كان عندي أعراض خفيفة اليوم الأعراض صارت شديدة، ممكن أنت تقول هذا بدي دخله على المستشفى. ما هو غلط أنه تدخله على المستشفى، وممكن حسب رأي الطبيب أنه ينبعد على البيت. فهدول الاحتمالين الواحد والثلاثي هني ممكن اثنيناتهم يكونوا مضبوطين. أنا أصلا حطيت هيك السؤال له احتمالين لأن شان ديسكشن. بالنهاية الطبيب والمعاينة السريرية هي اللي بتحدد المريض شو بيحتاج. هلأ نمبر اثنين أو بي بالمية مية غلط، أديثروميسين ما له ولا استطباب، غير إذا مثل ما حكينا البروكالسيوتينين كان عالي. سؤال بعده. مريض عمره 82 سنة، عنده أمراض بالقلب، سكر والتهاب قصبات مؤمن، عنده قصة أرحب المعدي، بدخن، لا بدخن، لقينا عنده كوفيد على البي سي آر. ابنه مات من أسبوع، لذلك عملنا له التست، صورة الصدر طبيعية، العلامات الحيوية طبيعية، عنده شوية غثيان، بس حاس حاله ماشي حاله، ما كثير سك. وهذا المريض شو مسوي فيه؟ ندخله على المستشفى، حطوا على الديكادرون مع لوفيناكس كمانع تخثر، نبعته على البيت بدون أي دواء، نبعته على البيت على ديكادرون، أو نبعته على البيت مع ديكادرون وأسبرين. تفضلوا بلش الوقت 30 ثانية معكم. بظن انتهى الوقت دكتورة نرمين. طيب 50% طلع رقم واحد و 24% رقم أربعة. طيب لا، رقم واحد انه مندخله على المستشفى. هلا هون شو السبب انه مندخله على المستشفى؟ المريض حاسس حاله كويس، الاكسجي طبيعي، عنده شوية غثيان بس ما في إقياء، والعلامات الحيوية كلها طبيعية. فهو إذا بدنا نقول هذا بدنا ندخله على المستشفى لأن عنده أمراض مزمنة تاني، ممكن تو يعني justify it، يعني نقول إنه بده لأنه عنده أعراض تانية، بس هو ما له سبب كافي إنه ندخله على المستشفى. الأعراض المزمنة هي إذا المريض عنده شوية أعراض ممكن نقول إنه هذا بخوفنا. هو ما إنه غلط هالاحتمال، بس هو ما إنه الأفضل. نبعته على البيت ما بده ولا علاج، أكيد غلط، لأن هو إذا ابنه مات من أسبوع بالكوفيد معناته هو أخذ غالباً الإصابة آخر كام يوم، فهو بجوز المرض يتطور عنده. وكل المرضى على الإطلاق وقت اللي منشخصهم لازم نعطيهم ديكادرون. فهو احتمال انه نبعته على البيت بدون ولا دواء غلط. نبعته على البيت بديكادرون وارد جدا، هو انا برايي الجواب الصحيح. نبعته على البيت بديكادرون واسبرين كمان غلط، لان هو انا حطيت انه عنده قصه سريريه بتقرح بالمعده، هذا احتمال يصير عنده نزف.
فهون كمان بيجي دور الطبيب انه هو يقرر انه في استطباب او انه يعطيه مميع دم ولا لا. مثل ما حكينا مميع الدم بالبيت هو ما في دراسة قالت انه لازم يحط المرضى، هو كلها ملاحظات شخصية، بعض الدكاترة بيستخدموها بعض الدكاترة، فهو غلط انه يحطوا هذا المريض على مميع لانه عنده قصة تقرح بالمعدة. فهو الاحتمال الأكثر صوابا هون هو رقم 3. تمام. سؤال ثالث، مريض عمره 48 سنة دخل على المستشفى عنده كوفيد، الأكسجين 84%، وقت دخل على الجو العادي حطيناه على 8 لترات أكسجين، الدي دايمر كان عنده 2800، التصوير طبق المحوري ما أرجع خثرة دموية، عملنا له تصوير لل أوريدي بالرجلين ما طلع عنده خثرة، بلشنا له على لوفيناكس فول دوز انتاكوليشن مميع تام مميع تام، بلشنا له على الديكتون. بعد 5 أيام تحسن المريض، نزل من 8 لتر لروم اير، صار عنده 92% الأكسجين بدون أي أكسجين، عدنا له دي دايمر كان 2800 صار 1200. المريض نطلعه على البيت، شو راح نسوي بالمميع الدم؟ هل أعطيناه 5 أيام تميع دم؟ إما الأول بيقدر يروح على البيت نحطه على إليكويس لثلاث شهور، منحط نطلعه على البيت على أسبرين، أو ما في داعي إنه نحطه على مميع. تمام، راح نبلش بالوقت المرة 40 ثانية بدل لأنه الوقت صعب شوي. دكتور نرمين الوقت انتهى، ممكن تعرض النتائج؟ طيب أكثر شيء أخذ رقم 1 اللي متساويين. طيب هلا هذا المريض سكره، هذا ما في عنا إثبات إنه هو كان عنده خف صمية رئوية أو وريدية. الأكسجي تحسنت عنده بعد 5 أيام، فشرطين لازم يتحققوا إنه المريض نطلعه على المميع تميع كامل. لازم يكون المريض الأكسجين عنده أكثر من 6 لتر الحاجة تبعيته، والدي دايمر لازم تم عالي. وهذا المريض تحسن صار على هواء طبيعي والدي دايمر نزل، فما في استطباب هون إنه نعطيه مميع دم. فالإليكويس أكيد مانو أوبشن، ما لازم نعطيه. الاحتمال الثالث انه ما نعطي مميع دم صحيح، هو الجواب صحيح. الاحتمال الثاني ممكن يكون صحيح، يعني هو اذا الطبيب حس انه اخي هذا المريض عنده تخثر، الصفيحات مثلا نزلت عنده، الدي دايمر لساته عالي ما رجع طبيعي، ممكن يقول أخي أنا إحساسي أنه لسه عنده تخثر بدي أعطيه الأسبرين. الاحتمال الثاني ممكن يكون صح، والاحتمال الصحيح هو رقم 3. الاحتمال الثاني مقبول، الاحتمال الأول هو أكيد غلط. الشغلة بدي أضيفها أنا نسيت أقولها، وقت المريض منطلعه على البيت من المستشفى، يعني عاد بالمستشفى كام يوم ننطلعه،
الديكادرون أو الستيرويدات منتمم 7 أيام، يعني إذا قعد بالمستشفى 3 أيام وقت لما نطلعه ونحطه على 4 أيام كمان ديكادرون أو أي نوع ستيرويد، فهي لازم منتمم 7 أيام العلاج الستيرويدات لما المريض منطلعه من المستشفى. وهي المحاضرة الله يعطيكم العافية، إذا في أسئلة تفضل. الله يعافي دكتور ملاد، شكرا جزيلا. في بعض الأسئلة من الشباب راح أطرحها على حضرتك نجاوبهم عليها. السؤال الأول، هل يصح استخدام ديكادرون بشكل عضلي؟ ممكن يا فموي عضلي وريدي كله أي طريقة ما في أي طريقة. السؤال كمان عن ديكادرون، هل الأفضل إعطاه عضليا ولا وريديا؟ بالمستشفى اللي احنا بنستخدمه وريديا، اذا ما في وريد او المريض صعب فتح وريد ممكن استخدام عضلي. السؤال الثالث، احد الشباب يسال انه الدكسا او الديكادرون هل يستخدم لكل المرضى بغض النظر عن الحال والدعم الذي يتلقاه؟ انا بنصح فيه والله كل المرضى. أنا شخصياً عم استخدمه على كل المرضى، يعني بالعيادة وقت بيجيني مريض وعم نشخصه عم نعطيه ديكادرون حتى لو أعراضه كثير خفيفة أو حتى ما في أعراض. هلأ المريض إذا عنده ارتشاحات رئوية وما في أعراض، هذا بالمية مية لازم ينحط على ديكادرون. المريض صورة الصدر طبيعية وأعراضه بالمية مية ما عنده أعراض، يعني ممكن المريض الطبيب يقول بده يحطوا أو ما يحطوا، ما في صح وغلط هون، بس يفضل إنه كل المرضى ينحطوا، لأن أخي الفيروس خبيث جدا بغير، يعني ما كل المرضى مثل بعضهم. في مريض بتلاقيه ما بصير عنده أي أعراض ومريض بعد أسبوع بموت، ومن أسبوع ما كان عنده ولا أعراض. فلذلك هون الطبيب هو بده يقرر، ما في اشياء ما فيها صح وغلط. انا شخصيا عم اعطي كل المرضى، لان هو بدك تثبت الجهاز المناعي بشكل ما. في اطباء بيقولوا ما في دراسه بتثبت انه لازم نستخدمه على كل المرضى، ما بدنا نستخدمه، فما غلط، شغله شخصيه وخبره شخصيه. تمام. في سؤال، السايد افكت اوف ريمديسيفير، التأثيرات الجانبية للرمديزيفير. ما في سايد افكت، ما شفنا ولا تأثير جانبي. الرمديزيفير المشكلة اللي فيه انه المرضى اللي عندهم قصور كلوي مزمن، هدول شوي ما في تعليمات انه شد الجرعة واذا بينعطوا ولا ما بينعطوا. أنا أعطيته لمريضة وحدي، الوظائف الكلية سائد كتير عندها، فاضطرينا نوقفه بعد جرعتين. بعدين تحسنت وظائف الكلية اليوم الخامس، يعني أعطينا يومين بعدين وقفنا يومين، على اليوم الخامس تحسنت وظائف الكلية، أعطيتها جرعة كمان ووقفنا الدواء. فبالنسبة للمرضى اللي عندهم قصور كلوي مزمن، هدول ما بنعرف شلون بدنا نتعامل معهم، بس تأثيرات جانبية ما شفت. تمام. في سؤال من أحد الأطباء، هل يعطى ديكساميثادون لمريض غير عرضي؟ مثل ما حكينا، شغلي شخصية وممكن ما في صح وغلط. أنا بفضل ينعطى، في أطباء ما بيعطى. تمام. في سؤال، في العناية المركزة موضوع الكوفيد 19، كم نسبة البقية لمريض مصاب بالكوفيد على الجهاز التهوي الآلي؟ كم نسبة الشو الشد بالتمع survivor بس إن المريض وصل للمنفسي، الحقيقة survivor بينقص كتير بينقص، يعني خاصة إذا كان في قصور كلوي أكثر من 90% معدل الوفيات. بس في مرضى، في كتير مرضى يعني دخلوا وكان وضعهم سيء كتير على المنفسي وتحسنوا وقدرنا نفطمهم من المنفسي، يعني
الحقيقة هدول المرضى البلازما وتعطيناهم بلازما استجابوا بشكل جيد. وبعدين في شغلة بنستخدمها كثير هي البروم بوزيشن. البروم بوزيشن انه نحط المريض على بطنه. كثير صعب تحطه على بطنه وقت بيكون على المنفسي، بس يعني حطيناه هون وتحسنوا، الاكسجي تحسنت عندهم. بس بشكل عام بس نوصل المريض على العناية المشددة وعلى المنفسي الوضع سيء. سؤال آخر، لماذا لا نستخدم الدكسة بجرعات أكبر من 6 ميلي جرام؟ هي الدراسة تمت أنه 6 ميلي جرام، بس كثير أيام عم نستخدمها. يعني أنا استخدمتها ب 10 ميلي جرام مرتين باليوم، في مريض حطينا 20 ميلي جرام مرتين باليوم حسب المريض. إذا عنده المريض التهاب قصبات مزمن يعني COPD أو عنده ربو وعنده كثير ويزينج، ممكن تحطوه على جرعة عالية جدا، فهي ممكن تحطوه على جرعة أكثر. الدراسة تمت على 6 ميلي جرام، فعم نبدأ بستة وعم نزيدها إذا لقينا المريض ما تحسن أو عنده أمراض تانية، أمراض رئوية تانية. أحد الأطباء مثلا، هل يمكن إعطاء بديل الأسبرين مثل الكلوبيد وما هي الجرعة والمثل؟ ما في خيو البلافكس هو مانو مضاد أو مانع للخثرة، ما في استطباب لإله. الأسبرين مثل ما حكينا هو من كام سنة أرجع هو ممكن يكون مضاد تخثر. هلأ البلافكس هو مصبت للصفيحات بس هو ما له مضاد تخثر، لذلك المرضى مثلا مرضى القلب بتعطيهم بلافكس وبتعطيهم أسبرين، ما البلافكس حاله ما بكفي. فهو ما حسب علمي ما في دراسة انه تستخدم البلافكس كمانع تخثر. سؤال اخر، في هل القرحة الهضمية ليست مضاد استطباب للديكسون؟ مضاد استطباب ما في، يعني نحن عم نستخدمه بنوعا ما جرعة خفيفة ولمدة أسبوع فقط، ما في مضاد الأسباب. المريض اللي عنده قرحات بالمعدة ممكن تسوء الأعراض، فهدول بننصح إنه نعطيهم أدوية للمعدة ما عاد السمفزون. هلا أنا في شغلة نسيت حطها، بالنسبة للمرضى اللي عم يجوا بأعراض هضمية مثل وجع بطني والعيان وقياءات شديدة، منحطهم على أدوية البي بي آيز بروتون بومب إنهيبيترز مثل الأوميبرازول نيكسيوم والأدوية هاي. الدواء كتير كمان لقيت المرضى عم يتحسن عليه هو الكرافيت السكرافيت، ودواء قديم ورخيص كتير. يا سكرافيت 1 جرام 4 مرات باليوم، المرضى كتير بتحسن عليه. هو كأنه الفيروس عم يعمل تهييج بالغشاء المعدي، والكرافيت هو مثل بيعمل غلاف داخل المعدي فبيحمي الأغشية المعدي من هالفيروس، كأنه عم يتحسنوا عليه كتير. فهدول المرضى اللي عندهم أعراض هضمية أو المرضى اللي عم حطن على جرعة عالية من الديكادرون، يفضل إنه نعطيهم بروتون بومبس إنهيبيترز ومثل أوميبرازول، نحطن على كرافيت ومضادات إقياء أو غثيان، بتلاقيهم بتحسنوا الاستجابة كويسة. بالنسبة في سؤال، ما هي أكثر أنواع الخثرات التي شاهدتوها في سياق الكوفيد؟ خثرات؟ أيوة. ما هي أكثر أنواع الخثرات؟ الرئوية، الخثرات الرئوية هي كانت أكثر شيء. يعني 80% من التخثر كان رئوي، في كان مرضى 20% بجوز عندهم خثرات وريدية بالرجلين. في سؤال، بالنسبة للإرذاذ، هل يفيد إرذاذ الهبارين؟ شو السؤال؟ ما فهمت السؤال. للإرذاذ، هل يفيد الإرذاذ بالهبارين؟ الإرذاذ بالهبارين؟ لا، أكيد لا.
ما هو معدل طلب صورة الصدر المتتابعة بعد أول صورة؟ يعني يا ما في ما في إذا ما في استطباب أوي ما 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 في داعي نعيد صورة الصدر. مثل ما حكيت إذا المريض دخل على المستشفى وصورة الصدر طبيعية وبعدين الأكسجي صارت تنزل وصار ساء وضعه في استطباب إنه نعيد صورة الصدر. بس إذا صورة الصدر من البداية كانت سيئة ما في داعي نعيدها. ففي شغلة مهمة هلا بلشنا إحنا بالكوفيد من 3 أشهر 4 أشهر هلأ في مرضى عم يرجعوا لإلنا بضيقة نفس عم نعمل لهم تصوير طبقة محورة عم نلاقي عندهم pulmonary fibrosis تليفات رئوية بالرئتين دائم ما لا علاج. فهاي انتبهوا لها الشغلة هاي إنه المريض اللي عم يرجع بده ينعمل له هذا تصوير طبقة محورة حتى تعرف شخصهم. للأسف دول بكون وضعهم سيء وما في يعني ما في شيء تقدم لهم يا الستيرويدات ما عاد تشتغل والمياعات الدم ما عاد إلى دور وحتى يعني ممكن تعطيهم شوية انهيلرز البترول كذا بس كلها ما بتفيد. يعني دول بكون وضعهم صار عندهم مرض مزمن وسيء وما له علاج. ما بيستفيدوا على الكورتيزون هدول؟ ما بيستفيدوا خلاص تليفات الرئة مزمنة ما تستفيد خلاص. في سؤال بالنسبة ما بقى أنا ما فهمت بشكل كثير واضح ممكن حضرتك بالنسبة للمجال الذي قد تحدث فيه العدوى بكوفيد 19 ما هو آخر وقت قد تحدث فيه بحسب الدراسات الأخيرة؟ يعني الظاهر أنه أي وقت يعني بتم المريض معدي بعد يعني الدراسات بتقول 37 يوم انه لقوا الفيروس وقت بعادوا المسحه لقوا الفيروس موجود بالانف بعد 37 يوم. فما في شيء محدد بس ممكن يتم عليه لمده 37 يوم بس احنا هون بعد 7 أيام بنخليه يرجع شغله اذا ما في حراره بس لازم يلبس الكمامه. يعني اخي الكمامه لازم كل الوقت وين ما كان الواحد موجود لازم يلبس الكمامة بتحمي الكمامة بتحمي يخلي الواحد مسافة بينه وبين الناس مترين تقريبا بتحمي كل هالأشياء بتحمي الوقاية خير من العلاج. بنقول لهم للمرضى 37 يوم ممكن يكونوا معديين عشان أهاليهم وعائلتهم كموا بعيد عنهم من بداية الأعراض. من بداية الأعراض Could you expand on the use of antibiotic like ceftriaxone and doxycycline, ceftriaxone and levaquin? والله ما صوتك أطش ما فهمت. Could you expand? Okay. Could you expand on the use of antibiotic like ceftriaxone and doxy? Ceftriaxone and levaquin. What indications? السؤال كان إنه ممكن تشرح استخدام ديكادرون مع أي دواء؟ لا ceftriaxone يعني روتيفليكس روسيف مع الدوكسي أو ceftriaxone مع levaquin. ما أعرف levaquin قصدهم ceftriaxone and doxycycline. ما في استطباب ما في غير اذا عندك اثبات انه المريض عنده بكتيريال نموني يعني التهاب رئه بكتيري. الطريقه الوحيده انك تثبتها انه بتعمل تست بروكالسيتونين بس اذا ما التست ما انه متوفر او ما في اثبات انه المريض عنده ما في لا الدوكسيسايكلين ولا بسوريا اسمه راس اي ثينك السيفتريكسون أو الليفكوين دول كلهم ما في استطباب لهم. لا ينصح باستخدام المضادات الحيوية على الإطلاق. Role of BI PAP in treatment of COVID patients. How good is this? يمكن هو على الأميونوثيرابي. Good, it's very good. تشتغل. أنا ما كتير عندي خبرة فيهم لأن مثل ما قلت المريض بيحتاج لهم بتروح
لمجموعة من الأطباء هن المسؤولين عن الموافقة على الدواء. أنا سمعت إنه بيشتغل الدواء. الاستطبابات هو فشل الستيرويد، فشل الرمدزفير، فشل البلازما، والمريض وضعه لساته سيء وقتها بوافقوا له. أنا سمعت إنه المرضى تحسنوا عليه، بس ما عندي ترى خبرة ينفي. طيب، مريض جاء بأعراض هضمية حادة، فقط غثيان، بلش من يومين، هل تطلب البي سي آر؟ يا يعني السؤال إنه إذا إجا مريض بس بأعراض هضمية تطلب البي سي آر؟ لا، ممكن تطلبه حسب الوضع عندكم. يعني إذا البي سي آر موجود حاولوا تطلبوه قد ما بتقدروا. إذا البي سي آر ما هو موجود وعندكم كميات قليلة منه حاولوا ما تطلبوا كثير. يعني إذا مريض إجا بس بأعراض هضمية ما في شيء تاني، ممكن تعملي له اختبار سي بي سي. إذا لقيته مثلاً اللمفوسايت عنده نازلة، اللمفاويات نازلة، يعني بتشكوا إنه معناته ممكن تكون إصابة فيروسية، ممكن وقتها تطلبوا له البي سي آر. بس إذا المريض أعراض هضمية وتحليل الدم طبيعي وصورة السلر طبيعية، ما بظن إنه في داعي تعملوا له البي سي آر. هل يعطى المريض السكري ديكساميتازون؟ طبعاً المصاب بالكوفيد بنعطى منعطيهم وبصير السكر عالي كتير وبصير ضبط السكر شوي صعب، بس عم نعطيهم. طيب، كم المدة تبع وضعية الكب البطنة البرون بوزيشن لمريض الكوفيد في العناية؟ يعني كم ساعة لازم ينحط المريض وكم الفترة بيناتهم؟ والله ما بعرف الانسر، لا بالعناية المشددة بتابع المرضى، بس هو اللي بكون طبيب العناية هو اللي بتابع هالتفاصيل هاي، ما بعرف الجواب. هل يتم إعادة إذا كان البي سي آر؟ لهون السؤال، مريض عنده إيجابية صورة الأشعة في حال إيجابية، حتى هل يتم إعادة البي سي آر إذا كان سلبي عدة مرات؟ ما فهمت السؤال، أنا ما كتير واضح. يا فهمت السؤال. خيو في مرضى عدنا لهم البي سي آر مرتين وثلاث مرات، وفي مرضى كان وضعهم عم يسوء وعندهم ارتشاحات رئوية شديدة، فالطبيب الصدري قرر إنه يعمل لهم تنظير للرئتين برونكاسكوبي، وأخذوا سوائل وعملوا عليها البي سي آر من الرئتين، يعني عملوا سكشنينج وعملوا من رئتين، ووقت أرجع البي سي آر كان باسيف. الفيروس بيبدأ بالأنف بعدين بروح على المجاري التنفسية العليا بعدين بروح على الرئتين تحت. فإذا أنت ما عملت البي سي آر بوقت مبكر، ممكن أنت البي سي آر يتم يطلع عندك نيجاتيف سلبي وقت تعمله مسحة من الأنف. لذلك ممكن تعيده إذا أنت ما عندك تشخيص، يعني لازم تعمله التشخيص، لأن أنت خايفان إنك لا تكون في شيء تاني غير الكوفيد وبدك تقطع الشك باليقين، ممكن تعيده مرتين أو ثلاثة. مرة تانية هون هو خيار الطبيب، بس يعني إذا طلع البي سي آر أول مرة نيجاتيف، ثاني مرة نيجاتيف، راح يتم نيجاتيف من الأنف. والبرونكاسكوبي خطر جدا لأنه ينتشر الفيروس للطبيب المعالج وللمساعدين الطبيب، لذلك ما عم يعملوه غير بالحالات الشديدة جدا جدا. وحتى هون في سبيشال، يعني في مثل خوذي خصوصية للأطباء الصدرية وقت اللي بيعملوا البرونكاسكوبي. الماسك العادي N95 جوز ما يكون كافي، لذلك أنا ما بنصح يتسوى تنظير القصبات غير إذا متأكدين تماما إنه محميين ومتأكدين تماما أو بحاجة شديدة إنه تعرفوا شو المريض معه. هل المريض يمكن أن يكون معدي قبل أن تظهر عليه أعراض المرض؟ طبعا
الأعراض بتبدأ بعد 5 أيام من الإصابة. فعندك 5 أيام المريض معدي وما عنده أعراض. لماذا البروتين مضاد استطباب عند مرضى الكوفيد؟ ما هو مضاد استطباب. بشهر 3 بفرنسا قالوا إنه مضاد استطباب الإبوبروفين أو الإنسيدز نون ستيرويدال، بس ما هو مضاد استطباب. بنستخدمه هلا، بس نحن بنحاول ما نستخدمه مشان أعراضه الجانبية، لأن المريض بجوز أوريدي عنده تجفف أو وظائف كلية شوي عالي. بس ما هو مضاد استطباب، ممكن استخدامه. بنفضل أول شيء الأسيتامينوفين كخافض حرارة ولا مسكن. إذا ما اشتغل ممكن نستخدم الإيبوبروفين. هل تفيد موسعات القصبين الشاقين؟ ممكن تفيد، بس ما بنستخدمها بالرزاز، بالبخاخات بتفيد، وخاصة المرضى اللي عندهم ربو أو عندهم التهاب قصبات مزمن بتفيد، بتريحه للمريض يعني. في حال قصور أعضاء متعدد وتوقف قلب، هل ينعش مصاب الكوفيد؟ يا والله عملنا لهم انعاش كثير. يا هلا المرضى الكبار بالعمر او اللي عندهم امراض مزمنه كثير، من البدايه من اول ما بيجوا بنحكي مع من المريض او عائلته، بنحاول نعمل لهم دو نوت ريسستيت، يعني ما بننعشهم، ما بننبيبهم. والاهل المرضى بشكل عام بيتجاوبوا. هلا ما بعرف شو الوضع بسوريا، هون عندنا كل شيء لازم نحكي مع اهل المريض او المريض نفسه. المريض الكبير بالعمر، المريض اللي عنده أمراض مزمنة كثيرة، هذا الأحسن ما تعمل له. المريض الشاب الصغار بالعمر طبعاً كنت حاول تعمل كل شيء ممكن، يعني واحتمال إنه ينفدوا ويرجعوا طبيعيين عالي كبير بالمرضى الصغار بالعمر. في حال إعطاء بلازما الشخص مصاب وتعافى، لشخص مصاب بأعراض شديدة بينفع بالعلاج ولا لا؟ سؤال إنه إعطاء بلازما شخص تعافى من الكوفيد. أي. لو شخص مصاب بأعراض شديدة. هل يستفيد؟ وبيستفيد جداً. تمام. يستفيد رائع. يعني الاستجابة مرات كانت رائعة، يعني من مريض يكون على 10 و 12 لتر أكسجين لبعد يوم نزلناه لترين وبعدين وقفنا الأكسجين، استجابة جدا رائعة. ما كل المرضى استجابوا، بس أغلبيتهم استجابوا للبلازما. المرضى اللي أقول لك اللي ما بيستفيدوا، اللي هني عندهم لوكيميا، اللي عندهم الكيمياء ما بيستفيدوا كتير للبلازما، لأن عندهم التي سيلز مضروبة بتكون، بس بشكل عام بيستفيدوا. تمام. هلا حاليا بنكون هون وصلنا لنهاية الأسئلة والمحاضرة. شكرا جزيلا دكتور ملاز، كانت معلومات كتير رائعة وقيمة. إن شاء الله رح نتابع نحن يمكن سلسلة محاضرات عن طريق الأطباء السامس. نتمنى من الجميع انه عندنا اي ملاحظات تقولونا فيها، وان شاء الله نتابع مستقبلا لمحاضرات جديده وقيمه. شكرا جزيلا للجميع. الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير جميعا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور ملاز. الله يسلمك. شكرا جزيلا دكتور ملاز. دكتور ملاز الله يجزيك. الله يبارك فيكم. الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم. الله يعافيك. السلام عليكم.